زي شيء مثلا لو كنا بنفكر بيجيب راحه بينزل عليا سوشتها هو فيها بقى فيها انا لما دخلت انا كنت ابني مسك فيها جامد ابني مسك فيها جامد زودت عليه سعادتك انا لما دخلت عليه اول ما عدت منه وانا وقتها فيها اول ما عدت منه مفيش متر ونص سمعت بتاعت النار عشان ده بيبقى مش موجود عشان انا ما كنتش ساعتها كبير تمام طبعا ساعتها كان كل ده كنت بختار الطرف بين من ورا تمام فالكلام ده اتلخبط في الجملات طبعا لما هم اتحروا على المواصفات بتاعته وجابوا الورق ده اثبت بكلامي بالتفصيل يا فندم نزود كمان في الكلام حاجه انا كنت ناسيها من الصدمه بتاعتي اللي راح منه ان انا وانا داخل عليه كنت سايق بسرعه وطبعا لما كنت مهدد عشان اول مزودها تاني مش هعرف اعرف ليه طبعا في الفتره ساعتها رجعتني على صورة الثالث اللي اللي بعديه في الفاكهه اللي بعد اللي بعديها لما تجيش الطاقه. هم كانوا معاك على طبقة لا ساعتك لا ساعتك مطمرين الفاكهه من اول فاكهه يعني تمركز لا ساعتك الاول الثاني من اول فاكهه بعد ما دخلت شو عديت من العمود الثالث بالثالث بالظبط ساعتك الطاقه جت. ورا ولا قدام؟ الجنب ساعتك جت خدتني عملت كملت سعادتك طبعا الابن قال انا اتعورت يا بابا رحت تمسك نفسك خمس دقائق ما تروحش المويس يا هو يا فندم رحت على اول دكان بقى انا كان مفروض في اثنين قاعدين انا راجل صح واحد جنبه الحقوني انا اتثبت ونظر عليا من شيلوا لي بس الحقوني اطمن عليك لما شالوا مني على المكنه سعادتك لقيت الدور كده طب لما كده طبعا الناس وقفت كده على بعض ما خدوش ولا خدت تاني يلا بينا انا اللي ثبتنا اللي ثبتني قايم لا مش شفت بس اللي ثبتني قايم ثبتك الاولاني قايم بس ما ضربش عليا بس كنت مفكر ان هو راح عليا لان ما اعرفش دايما مستني فين تمام ساعتها لما رحت للناس وقلت لهم حصل كذا 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 وحكوا لي عربيه تطلق الراجل ما كانش عايز اخده بس انا فاكر كان شغال في المشروع ما كانش بلاوي بس هو عرفني قال لي خلاص يا عم نركب انا هوديك اقرب نقطه ساعتها خدت الوش على طول في نقطه السباق عايز تقول نقطه السباق بيقول لي ساعتها نقطه الكعبه ده اللي حصل من الوقت اللي فات ماشي جيب كتبت الحمد لله انا بقول الحمد لله يا رب بس انا طالبه منك ومن ربنا ان اخي حقي منك مش اكتر ولا اقل ولا يا باشا اقسم بالله كمان مره لو انا عارف انه مش امك عمري ما هقف قدام سعادتك واقول الكلام ده لان مش هاخد حق ابني نقطه طيب فين؟ هتدفع النقطه اللي واقعه كاتب ان هم سعادتك اللي معاك دخلت للمكنه قلت لسعادتك هو قلت لي انا حضرت جسمه تمام لان كمان طلعت الجو ضل تمام بس لما دخلت له ضي القمر بتاع ربنا بين الكوبريين هو اللي وراه لحد درجه اللي انا شفته انه حد انجليزي من هنا كده وكان دور وبار كده زي الشعر يعني ما بقتش في لفه اللي هو قصير يا باشا وابتدى بسرعه عريض جيب ان انا البيش كان بيداري وشه البيش اللي هو مين؟ البيش اللي قصدي البيش ده كان بيداري وشه اه سعادتك عرفت ان هو سعادتك بعد ما افتح الرئه في وسط الثوب وهو سعادتك بالحرف قال لرئيس المباحث اللي انا قلت كله قبل ما اروح عشان اشوفه وهو سعادتك اللي مزود ان انا المكنه بقى عارف مني حتى رئيس المباحث سال المخبرين وهم واقفين قالوا ما المكنه تكون على الثالث ويهدي ويرجع يزود ثاني المكنه تسعه منه قالوا كمان قال لهم اعترفوا ده رئيس المباحث رئيس المباحث اللي حكاهولك لا يا باشا هو سعادتك لما جابوه هو اعترف قبل ما اروح سعادتك تمام كل اللي بقوله سعادتك مين اللي قالك معترف يعني اسمع انا لما اروح سعادتك ولا شفته بيعرف قدامك لا انا لما اروح سعادتك بس ما بحس ان هو نحضر بالليل بقول كله واحنا مصدقينك لانه قال كل الكلام اللي انت قلته لي في المره يعني حتى لو خدت الناس اللي جاب اسم المنتهى انت ولا ما بحس لا يا باشا عمر قال لك السلام عليكم ولا بيني وبينه سبيل معرفه طيب شوف لو سمحت ما تخش مع حد الشيخ المدير ما جاش عليك خلاص هيجيش وهكون عندك Thank you.
مكلفين هم مسؤول. والد المجني عليه اصلين من بين المتهمين حق المحكمه ان اعترف المحكمه لهما تبين ان الاول وكيل القامه بعض الشيء عريض الصدر ولحيه وشارب بينما الاخر اطول منه كليا ويوجد مبادئ طلع من الاعلى وسالهم عن اسمهما تعرف على شخصياتهم فقرا في الاولاني قرر الاول انه يدعى محمد السيد ابراهيم عدم بينما قرر الثاني انه محمد بولين بولين علي وهو ما يتطابق مع اسماء المتهمين في الواقع. تمام.